السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الثامنة من التلفزة التونسية، هذه عناوينها: نقل 36 من أعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول بالمنطقة البترولية برادس إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بعد السيطرة على حريق كان اندلع صباح اليوم بمستودع غاز تابع للشركة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. في ظل نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار توريد كميات من اللحوم الحمراء لتعديل السوق وتكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك خلال شهر الصيام. مجازر صهيونية جديدة في قطاع غزة تستهدف فلسطينيين في عدد من المخيمات بالتوازي مع دعوات من عديد الأطراف لرفع الحصار المفروض على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. صحة شريبتكم وأهلا بكم. 36 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف الأعوام بمركز تعبئة الغاز التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول هي حصيلة حريق جد صباح اليوم بمنطقة رادس من ولاية بن عروس. كاميرا الأخبار رصدت تفاصيل الحادث بين رادس ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس، وعادت بهذا الروبورتاج لأمان الطرهون نتابع. 26 دقيقة صباحا، مركز تعبئة قوارير الغاز التابع للشركة الوطنية لتوزيع البترول بالمنطقة البترولية برادس، تشتعل النيران في إحدى الخطوط لتتبع بانفجار. السيطرة تتم في وقت وجيز بفضل معاضدة جهود أعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول وإطاراتها وتدخل فوري ناجح من أعوان الحماية المدنية ليتم نقل 36 من أعوان الشركة الذين ساهموا في إخماد الحريق إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس. هو المركز فيه 3 خطوط تعبئة نتاع قوارير الغاز، إذا واحد من 3 خطوط شعلت فيه النيران يعبيو في دبابز الغاز، معناها الغاز موجود في دي روبيني يدورو ويعبيو في دبابز الغاز، وثم زاد الدبابز اللي هي معبية في كالك بار معناتها موجودة، وكل القوارير تنجم تكون حتى كي تكون فارغة راهو أحيانا يكون فيها شوية غاز مازال موجود، ثم الدبابز تكون فجأة ما شفناش حتى في المعمل، ولكن الانفجار هو زاد من الضغط نتاع الغاز اللي تعبى معناتها في القاعة، حتى هي قاعة كبيرة، وثم السقف اللي هو اون شاربونت معناتها طلع لحادث خطير، ولكن معناتها وقع التعامل والتعاطي معه بالجاهزية الكبرى وبالمهنية بالحرفية من طرف أولادنا ومن طرف الحماية المدنية، ونجم نقولوا أنه اليوم معناها منعنا من كارثة حقيقية كانت نجم تكون كارثة مؤكدة. قمنا الصباح نسمع في كل كلاتما خرجنا الناس كل مفجوعة، ملك الدولة نتاع تونس هذاك نتاع الناس كلنا، هذاك رزق نتاع الناس كل تاكل فيه تعيش منه، هذاك كل أولاد تونس. وقد أسفر هذا الحادث عن إصابات مختلفة في صفوف الأعوان بحروق من الدرجة الأولى والثانية، منهم 4 في قسم العناية المركزة. معنا 36 مصاب اللي جاوا القسم الاستعجالي، حالات متفاوتة، الخطورة متفاوتة، والإصابات تتمثل في حروق على مستوى الوجه والأطراف معناتها اليدين والأطراف السفلى، فما 4 منهم الخطورة نتاعهم اللي هما يتسموا حالات خطيرة، رقدوا في قسم إنعاش مصاب الحروق حاليا للمراقبة، ما عندهمش تنفس اصطناعي، أما يبقوا حالات حرجة، و3 منهم رقدوا في قسم التجميل، وواحد منهم وواحد آخر دونك رقد عنده كيف حروق بليغة على مستوى الوجه، رقد في قسم التخدير والإنعاش. وقع دونك إجلاء 5 مرضى في للمستشفيات، 2 منهم مشاو القسم إنعاش الطبي بمستشفى الحبيب ثامر، واحد منهم مشى القسم التخدير والإنعاش للرابطة، و2 مشاو القسم التخدير والإنعاش المستشفى شرنيكول.
حادث أليم استفاقت عليه منطقة رادس صباح اليوم أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف أعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول بالمنطقة. تحول كل من وزير الداخلية ووزير الصحة ووزيرة الصناعة إلى مكان الحادثة والمستشفى للإطمئنان على حالتهم الصحية في انتظار ما ستؤول إليه نتائج البحث الذي فتحته الوحدات الأمنية للوقوف على أسباب الحادث. تشديد الرقابة على المضاربين والمحتكرين ومكافحة ظاهرة الترفيع في الأسعار كامل أيام السنة وخاصة خلال شهر رمضان، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتسريع في البت في القضايا المنشورة في المحاكم والتي تشهد تعطيلا هي نقاط شدد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس كلا من وزير الداخلية كمال لفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي ووزيرة العدل ليلى جفال. تقرير شيراز خادمي. ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع، ذلك ما شدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس خلال لقائه بكل من وزير الداخلية كمال فقيه والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام أمير الحرس الوطني حسين الغربي. كما دعا رئيس الجمهورية المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة السلع التي دأب المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها كامل أيام السنة وخاصة في هذا الشهر المعظم. كما أكد رئيس الجمهورية على صعيد آخر على تحمل كل المسؤولين البلديين لواجباتهم في إزداء الخدمة للمواطنين في أسرع الأجال، مستشهدا في هذا الإطار بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة ولم تتمكن من ذلك. وشدد أيضا رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة أن تقوم المصالح البلدية برفع الفضلات دون انقطاع، وأن إنه من غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أيام، في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات. وأوضح رئيس الدولة أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف، مؤكدا أن تواترها في عديد المناطق ليس بالأمر البريء، وأن هناك من يعمل على التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية لأسباب مفضوحة لم تعد تخفى على الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على الدور الهام للسلطات الجهوية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني، ومن غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه أو معتمد أول بالولاية وراء مكتبه ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات. وأكد رئيس الجمهورية أيضا أنه من غير المقبول أن لا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة التي يعتبر فيها هو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها، بل أكثر من ذلك تأتيه المعلومة من رئاسة الجمهورية لدعوته للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء. هذا وقرر رئيس الجمهورية إعفاء كل من والي المنستير ووالي المهدية من مهامهما. كما التقى رئيس الجمهورية بقصر قرطاج بوزيرة العدل ليلى جفال، وأكد على أثر هذا اللقاء على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي لا تزال منشورة تتقاذفها الإجراءات. وأكد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير تقوم على الحرية وعلى العدالة وعلى فرض احترام القانون، وأنه لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون، ولن يشفع لأي كان ارتكب جرم انتماء لأي جهة في الداخل ولا في الخارج، كما أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب. ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات في احترام كامل القانون لكل من سولت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تحركه لوبيات معروفة تنكل بالشعب وتريد من المفارقات أن تلعب دور الضحية والمظلوم. بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشاني صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على مجلس الوزراء الذي خصص للنظر في مجلة الصرف،
وقد نوه رئيس الحكومة في افتتاح هذا المجلس بالمقاربة التشاركية التي اعتمدت منذ أكثر من سنة في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين وخاصة منهم وزارة المالية والبنك المركزي التونسي. كما ذكر الحشاني بأن قانون الصرف الحالي الذي تم نشره سنة 76 و900 وألف لم يحين إلا مرة وحيدة في سنة 93 و900 وألف، مؤكدا أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها تأتي في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية. إلى مشغل اقتصادي، في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم الحمراء، تتكثف مساعي مختلف الأطراف ذات الصلة لتوريد كميات من اللحوم لتعديل السوق بما يمكن من التحكم في الأسعار. بقية التفاصيل نتابعها في النقل التالي مع لطيفة حمدي. يتواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تزامنا مع شهر رمضان الذي يتزايد فيه استهلاك هذه المادة خاصة في الأسبوع الأول والثاني، وبهدف التحكم في الأسعار وتزويد السوق بالكميات اللازمة سيتم توريد ما يقارب 200 طن من لحوم العجول المبردة، في حين لا تزال المفاوضات جارية مع بعض المزودين العالميين لتوريد كميات من لحوم الضأن وفق تأكيد مدير عام شركة اللحوم طارق بالجازية. كنا أطلقنا استشارات دولية لتوريد كمية من اللحوم الحمراء، انطلقنا حاليا باش نوردوا إن شاء الله 200 طن من اللحم، معناتها العجول إن شاء الله باش تكون موجودة 200 طن باش تكون موجودة إن شاء الله مع الأسبوع الثاني حوالي يوم 25 ويوم 26 رمضان، والأسعار نتاعها ستكون سعر البيع العموم في حدود 35 دينار و600 اللي هو يعتبر سعر نوعا ما أقل بكثير من معناتها من ما هو متواجد حاليا معناتها في السوق. بالنسبة للعلوش، الأسعار العالمية حاليا ما زالت مرتفعة ومرتفعة كثيرا معناتها مقارنة بالسنوات الفارطة. بطبيعة الحال هنا فما ظرفية عالمية قاعدة تحكم فينا، قاعدين حاليا في مفاوضات متواصلة مع عديد المزودين، وإن شاء الله إذا تمكننا باش نلقاو سعر مناسب اللي هو نجموا ندخلوا به في السوق سيتم توريد كميات معناتها خلال الأيام القادمة، وفما حرص كبير ياسر من سلطة الإشراف على أساس الكميات هذه يتم التدخل بها إن شاء الله خلال شهر رمضان. من جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين ضرورة الإقرار بالنقص الفادح في الإنتاج والعمل على تجاوزه بإصلاح هيكلي لمنظومة اللحوم الحمراء وتوحيد جهود مختلف الأطراف المتدخلة. أسعار مشتة خطر فني، ما عندناش إنتاج، ما عندناش وفرة، نشوفه نحن كيفاش نجمو نشوفه من سبانيا من إيرلندا العلوش فهمني كيفاش نجمو نعمله، خاطر يلزمنا العلوش خاطر فهمني يلزمنا نجيبه باش نقعدوا نحن فهمني سوى شهر رمضان وما بعد شهر رمضان من هنا حتى العيد الكبير ان شاء الله بحول الله الناس الكل بخير باش ما ناكلوش القطيع نتاعنا، معناتها فهمني الكميات اللي عندنا تو نحن فهمني تاع الربيع هذا العلوش الجديد سنوي نحن نقولوا اذا كان تو فهمني ما فماش علوش باش ياكلوا الموس ولا انت كيف كيف باش تذبح، انا هو انتاج عندنا لحد انتاج العيد ولحد انتاج العام الجاي، المطلوب هو فهمني يلزم فهمني توريد كميات من اللحوم فهمني من العجول ومن الظان فهمني على مدى طويل باش نجمو نعملو ثروة فهمني على عامين يلزم وكذا. ويشار إلى أن شركة اللحوم خصصت نقطة بيع بمقرها المركزي بالوردية لتوفير كميات هامة من اللحوم الحمراء بأسعار تفاضلية. في مدينة بوسالم من ولاية جندوبة تم افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، ورغم توفر المنتوج وتنوعه والأسعار التفاضلية يطالب عدد من المواطنين بمزيد تخفيضها بسبب الظروف المادية الصعبة. معطيات أوفى في روبورتاج بشير العوادي. ببادرة من ديوان الأراضي الدولية وبمناسبة شهر رمضان المعظم، تم افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ببوسالم من ولاية جندوبة بمقر الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية بالجهة، بمشاركة منتجي الخضار والغلال ومربي الماشية التابعين للديوان. بالنسبة لنا احنا هو معاضدة مجهودات الدولة
مراقبة الأسعار. السعر الكيلوغرام بالنسبة للعلوش هو 37 دينار، اللحم البقري اللي هو ب 34 دينار و500. بالنسبة لمنتجات الدواجن عندنا الدجاج المعد للطبخ اللي هو الكيلوغرام ب 8490. عدد من المواطنين الذين قدموا إلى نقطة البيع طالبوا بمزيد التحكم في الأسعار وتوفير منتجات إضافية أخرى رغم أهمية فارق السعر مقارنة بالأسواق والمحلات التجارية الأخرى. الأسعار معقولة، معناها ما هيش حاجة معناها زايدة ياسر على الناقصة ياسر، معقولة، لكن مقارنة بالزوالي راهو ديما كي تعطيه حاجة ديما بقلص وين ديما ياسر عليه. ايه محسوبة تو حتى البرة ثم حتى ال 35 هنا و 37 ديوان، هذا كان جاي حتى البرتقال 1600 طمسم باهي. والغلة هانا نشوفها، انا مازال ما خذيناش حتى نشوفوا كيفاش. توفير مختلف المنتوجات التي يقبل عليها المواطن بأسعار تفاضلية والسعي إلى تدارك النقائص على مستوى المنتجات المعروضة، تلك أبرز الملاحظات التي دعا والي الجهة إلى تداركها حتى يتواصل العمل بانتظام طيلة شهر رمضان المعظم. يزيدوا يخفضوا في الأسعار، لأنه بالنسبة لنا نعتبر أنه مش الغاية تكون ربحية بقدر ما هي تكون مراعاة ظروف المواطنين، مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وتكون أسعار في متناولهم. النقطة هذه تتواصل إلى نهاية شهر رمضان باش يكون فيها كل المنتوجات. نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ببوسالم هي الأولى في انتظار افتتاح نقطة ثانية خلال الأيام القادمة بمدينة جندوبة لتمتيع المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مختلف طلباتهم من المواد الغذائية وغيرها بأسعار مقبولة. كما افتتح ديوان الأراضي الدولية نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة الشماخ من معتمدية جرجيس، تشتمل على منتوجات يوفرها الديوان من مختلف الجهات بأسعار تفاضلية. متابعة للموضوع مع خميس بوبطان. مع انطلاق شهر رمضان المعظم تجدد استغلال النقطة الخاصة بالبيع من المنتج للمستهلك التي ينظمها ديوان الأراضي الدولية المركب الفلاحي سيد الشماخ بمعتمدية جرجيس من خلال عرض عدد من المنتجات التي ينتجها ديوان الأراضي الدولية بمختلف جهات البلاد بأسعار تفاضلية. هي الهدف نتاعها هي تعديل الأسعار ونوفر فيها كل منتجات ديوان الأراضي الدولية بصفة عامة، بما فيها اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الأجبان، البيض، برتقال، والأسعار كما تعرفوا أسعار مدروسة ومناسبة. الفلاح اللي هم هنا في المنطقة اللي هو عنده منتوج اللي هو يحب يعرضه في النقطة هذا مرحبا به. أنواع متعددة من المنتجات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك خلال الشهر الكريم أثثت هذه النقطة، لكن المواطنين يطالبون بدعمها بعديد المنتجات الأخرى وخاصة زيت الزيتون المنتج بالضيعة الفلاحية سيد الشماخ بمعتمدية جرجيس. التفاعل معناها طيب، غير أن الكمية المعروضة معناها مش كبيرة، والعديد معناها من المواد اللي ينتج فيها الديوان ومن بينها ضيعة شماخ الزيت. علاش الزيت موجود معناها لدى الضيعة ولدى الديوان، ممكن يعرضوهني وبالأسوام المحددة. جميع أسوام معقولة، ماذا بينا تكسر برشا مواد كما الزيت كما التفاح كما ما نشوفها نقصتها، خاصة السنين نقصتها الخضر والغذاء، الحاجات بسيطة كان برتقال. فرحنا بها هذه نقطة البيع هذه، ورينا باش نساهم بإنتاجنا المحلي، ننتج معدنوش، سلك، بسباس، خضار، سيفيد، هذا كل إنتاجنا المحلي، ديما نسوق في سوق أرخص الأسوام، مش الأكل معناها تساعد الوكال، معناها هو زاد يتحفز حتى على الإنتاج. ما حققته هذه النقطة من إضافة نوعية للمستهلكين في منطقة شماخ يتطلب دعمها من مختلف الأطراف المتداخلة وخاصة المنتجات الأخرى التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك، لا سيما زيت الزيتون وكذلك الخضر والغلال، لدعمها حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين. أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى، أعلنت عزم الوزارة الترفيع في عدد مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري إلى 6 مراكز، وذلك في إطار حماية الأسرة من التفكك
والإحاطة بالعائلات من خلال تقديم خدمات التوجيه والإرشاد النفسي والصحي والقانوني والاجتماعي. تفاصيل الخبر مع عفاف بوبكر. في ظل تطور العنف المسلط على النساء والعنف الأسري وفق مؤشرات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفي إطار حماية العائلة من التفكك، أعلنت الوزارة عزمها الترفيع في عدد مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري من خلال إضافة مركزين جديدين هذه السنة في إقليم تونس الكبرى، وخاصة في المناطق التي تعاني هشاشة اقتصادية. اليوم لدينا 4 مراكز، عندنا في حي تضامن، في غار الدماء، في بيجة، وأيضا في تطاوين. هذه المراكز قدمت انتفعت بخدماتها في سنة 2023 قرابة 4000 أسرة تونسية. تم الترفيع أو زيادة اعتمادات التعهد بنسبة قرابة 50%. سوف يتم توظيف كل هذا من أجل الحماية والوقاية من المشاكل التي تعرفها الأسرة اليوم أكثر فأكثر. وتهدف مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري إلى الإحاطة بالأسر ومساعدتها على التواصل الإيجابي لبناء عائلة متماسكة ومتوازنة، وذلك عبر مختلف الخدمات التي توفرها المراكز الأربعة. وخدمات الإرشاد والتعهد النفسي، وذلك طبعا بالتنسيق مع سلطة الإشراف ومع المجتمع المدني، وأيضا خدمات الإرشاد والتعهد الاجتماعي، وأيضا خدمات التثقيف القانوني والاستشارات القانونية. وأيضا منذ 2023 أصبحنا نقوم بخدمات التعهد القانوني وأيضا خدمات الوساطة، وذلك لمحافظة على الروابط الأسرية وأيضا حماية الأسرة من التفكك. تم قرابة 1800 مستفيد تمتعوا بخدمات نفسية، 1700 تمتعوا بخدمات اجتماعية. مثلا في الوساطة العائلية عملنا 98 وساطة عائلية، عملنا زادة في الإرشاد والتوجيه القانوني 115 متابعة قانونية. قمنا بإضافة مكتب التعريف ببرامج التمكين الاقتصادي للوزارة، حتى يكون هو في هذه المراكز تمثل مصدر من مصادر، وأيضا تمرر الطلبات التي تتوفر فيها شروط الانتفاع بهذه البرامج. ومن المنتظر أن يتم في غضون 4 أشهر إطلاق منصة الأسرة التونسية ستقدم مختلف الخدمات التي تضعها الوزارة على ذمة كل أفراد العائلات التونسية. ضمن مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف قوات المحتل عدة مناطق بالقطاع خلال الساعات الأخيرة. وبالتوازي مع العدوان المتواصل في القطاع، تجددت الدعوات من عديد الأطراف لرفع الحصار المفروض على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. المزيد عن التطورات الميدانية والمواقف السياسية في تقرير جميلة صالح محمد. في اليوم 60 بعد المئة للحرب على قطاع غزة، وصلت قوة الاحتلال قصفها لأنحاء متفرقة من القطاع، حيث ارتكبت 7 مجازر ضحيتها في حصيلة مرشحة للارتفاع 69 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة الماضية. مصادر محلية ذكرت أن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 15 آخرون في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استشهد 7 وأصيب 86 آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على تجمع للفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية في حي الزيتون. في وسط القطاع استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وجرح آخر إثر قصف طائرات الاحتلال مستودعا لتوزيع المساعدات في مخيم صيرات، ولم تسلم مدينة رفح بدورها من العدوان، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف منزلا في حي الجنين. وفي ظل استمرار العدوان الواسع على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني القيام بحملات اعتقال للفلسطينيين واقتحام مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية تصحبها مواجهات
واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين. إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت 10 فلسطينيين من الخليل وبيت لحم، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. سياسيا، وفي علاقة بتركيب الاحتلال الصهيوني حواجز حديدية على 3 أبواب للمسجد الأقصى، دعت حركة حماس في بيان لها الفلسطينيين إلى كسر الحصار عن المسجد الأقصى والدفاع عنه أمام العدوان الصهيوني في الجمعة الأولى من شهر رمضان. ومن جهته، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام الاحتلال الصهيوني على تركيب الحواجز الحديدية على أبواب الحرم القدسي الشريف في خطوة اعتبرتها خطيرة ومرفوضة. وجددت الوزارة دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي. كما دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استمرار التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس المحتلة. وقد صدق البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة تعطيل الكيان الصهيوني وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وندد القرار بمهاجمة الاحتلال الصهيوني لقوافل الإغاثة الإنسانية في غزة، كما دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وأمام احتدام الأوضاع في قطاع غزة المحاصر برا وجوا، تستمر معاناة الفلسطينيين في شهر رمضان من قصف وتجويع وانتهاك وسط نقص للمياه والأدوية والمساعدات. وقد أفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بأن المساعدات الغذائية بدأ تسليمها إلى غزة، لكن بشكل بطيء وغير كاف. رئيسة المفوضية الأوروبية قالت من جانبها إن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى القطاع يوميا، وإن إرسالها من جزيرة قبرص إلى غزة ليست بديلا لوصول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية. أكدت مجموعة الحوثي اليمنية أنها لن توقف هجماتها في البحر الأحمر حتى انتهاء العدوان على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحائه. وكانت سفارات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا لدى اليمن قد دعت في بيان مشترك مساء أمس، دعت الحوثيين إلى وقف هجماتهم معتبرة أنها لا تؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني. بعد تجاوز العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني، يواجه الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة مشكلة انخفاض إمدادات الأسلحة من الغرب بشكل كبير. وفي هذا الشأن صرح بنس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الحلف قادر على تزويد أوكرانيا بما تحتاجه، وأنها مسألة إرادة سياسية لاتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لدعم أوكرانيا. التقرير لسمية القرفي نتابع. بعد أكثر من عامين يتواصل الصراع الروسي الأوكراني على أراضي كييف وتحتد معه الاشتباكات الميدانية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم القضاء على 195 جنديا أوكرانيا في مقاطعة بلغراد في ضربات جوية ومدفعية، كما تم إحباط محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لتحقيق اختراق في الأراضي الحدودية لروسيا الاتحادية. ومن مقر حلف شمال الأطلسي ببروكسل، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف اليوم إن ذخيرة أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي بدأت تنفد، وإن أعضاء الحلف لا يبذلون ما يكفي من الجهود لمساعدة كييف. وأضاف ستولتنبرغ أن أعضاء حلف شمال الأطلسي لديهم القدرة على تقديم المزيد لأوكرانيا، لكنهم بحاجة إلى إظهار الإرادة السياسية للقيام بذلك.
كما صرح الأمين العام بأن الحلف لا يخدم كمية كافية من الذخيرة لأوكرانيا، وهذا له تبعات على ساحة المعركة يوميا، وهو أحد الأسباب التي جعلت الروس قادرين على تحقيق بعض التقدم في ساحة المعركة خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. وذكر أن أي محاولة لتنظيم انتخابات رئاسية روسية في أراضي أوكرانية محتلة ستكون مخالفة للقانون. ويذكر أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في 2022 تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل بسبب استمرار القتال. في جديد الساحة الثقافية، تنطلق بعد قليل فعالية مهرجان الأغنية التونسية في دورته 22، وتمتد الحفلات على 3 سهرات، ويشارك في سهرة الافتتاح 10 فنانين، وهي دورة استثنائية محورها المقاومة الفلسطينية تحت شعار من أجلك يا فلسطين. ومن مدينة الثقافة ينضم إلينا موفد الأخبار طارق بن معاوية. طارق، صح شريبتك وأهلا بك. إذن لك الكلمة لمزيد من التفاصيل بخصوص برنامج الدورة 22 لمهرجان الأغنية التونسية، وهي كما ذكرنا دورة استثنائية. بالضبط ليلى، هي دورة استثنائية وسأنطلق مما انتهيت إليه، شارة أو شعار هذه الدورة لأجلك يا فلسطين لأجلك، في ذلك تأكيد على محورية ومكانة القضية الفلسطينية في الوجدان العربي بشكل عام وفي الوجدان التونسي بشكل خاص. هذا التأكيد أو أن نهدي مثل هذه التظاهرات المحلية لفلسطين، هذه دلالة على أن سلطة الإشراف وأيضا المبدعين والمثقفين يؤمنون بأن الكلمة سواء كانت مغناة ومسرحة أو على مستوى السينما لها تأثير كبير، والعدو الصهيوني يخاف هذه الكلمة لأنه بنى صورته على سرديد المظلومية والأحقية. ولكن الكلمة سواء كانت كما قلت في مختلف التعبير الفنية، الكلمة هي تعري أراجيف وأكاذيب العدو الصهيوني وتلقي الضوء على صاحب الحق وهو شعب فلسطين الفلسطيني. فلسطين التي يمتد تاريخها على آلاف السنين من الكنعانيين ومرورا بالفتوحات الإسلامية والعثمانيين ووصولا إلى المرحلة الحالية، مرحلة المقاومة الفلسطينية. كل هذا التاريخ الذي شكل هوية وشخصية فلسطينية موجودة في كل الأغاني. على سبيل الذكر ليلى، أذكر هيفاء بن عامر وتتغنى وأغنيتها زيتون الدار. الدار هي فلسطين، والزيتون هو زيتون فلسطين الذي ليس دعم فقط للاقتصاد الفلسطيني، ولكنه يشكل رمزية وهوية الفلسطينيين وأقدم شجرة زيتون موجودة في بيت لحم في فلسطين. كذلك عفيفة العويني، أرض الأنبياء، وفلسطين كانت أو تشرفت بأنبياء الله ورسوله صلوات الله عليهم وسلم. راني الماجري وخليل الباهي تغنوا بالتراب، تراب فلسطين. في الواقع طلعت على بعض الأغاني، ألحان جميلة، كلمات معبرة، وتغنيها أصوات رخيمة وعذبة، ويمكن للسادة المشاهدين أن يتابعوا هذه الصارات وأن يطلوا على فلسطين من خلال هذه الأغاني عبر شاشة الوطنية الثانية في 3 سهرات ابتداء من هذه الليلة، وسهرات تكون بشكل مباشر تقريبا بعد الساعة 9. بالنسبة للذين يريدون المجيء والحضور هنا في مدينة الثقافة، فهناك دعوات مجانية موجودة في مختلف شبابيك مدينة الثقافة. أعود إلى سهرة الليلة، هذه سهرة يؤسسها العديد من نجوم الأغنية التونسية، منهم عميد الأغنية التونسية والمعروف لطفي بوشناك، محرزية أطويل، وكذلك رنا زروق، وثلة من المغنيين التونسيين. السهرة الثانية هي مخصصة للمشاركين، والسهرة الاختتامية تكون يوم السبت. مع العلم ليلى وأنه بسبقة هذه الدورة قد ألغيت باعتبار أن فلسطين أو هذه المناسبة لا تستحق مسابقة، ولكن المشاركين وعددهم 9 مشاركين بعد أن كانوا 10، ستوزع عليهم منح بشكل متساوي على جميع المشاركين.
مفدى الأخبار إلى مدينة الثقافة طارق بن معاوي، شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات، وسهرة طيبة ومتابعة لهذه السهرة الافتتاحية لمهرجان الأغنية التونسية. بهذا نصل إلى ختام النشرة، هذا تذكير بعناوينها. نقل 36 من أعوان الشركة الوطنية لتوزيع البترول بالمنطقة البترولية برادس إلى مستشفى الحروق البليغة ببنعروس بعد السيطرة على حريق كان اندلع صباح اليوم بمستودع غاز تابع للشركة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. في ظل نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار توريد كميات من اللحوم الحمراء لتعديل السوق وتكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك خلال شهر الصيام. مجازر صهيونية جديدة في قطاع غزة تستهدف فلسطينيين في عدد من المخيمات بالتوازي مع دعوات من عديد الأطراف لرفع الحصار المفروض على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وبإمكانكم مشاهدين متابعة نشرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. سهرة طيبة.